زكية السحلي، عمري 28 سنة. شنو الحالة اللي بتعانيها؟ حاول تعاني صوتك. تنعاني واحد الحالة، عندي العي فيه توحد، بابا هرب على برا وخليني حاصلة بجد العوابل، وعندي العي دابا عنف اللي يهرس اللي كيهرس أي حاجة اللي لقاها تيهرسها تياكلاش. شحال مرة الله حفظني ملي مشيت للحبس، أي حاجة تيلقاها تيشربها، شحال قادين نحدي فيها. أنا كنطالب شي جمعية توحد توقف معايا. العائل كيزيد كيكبر، دابا عنده 9 سنين ما قداش عليه، تيغلب عليا. وقاش بدا المشكل ديال العائل؟ المشكل بدا لهم من 5 سنين فوق. يعني ما كانش فيه من قبل؟ ما كانش فيه. وكيفاش باش تقضي مع سماح فيه؟ سماح فيه حيتاش ملي كنا مجوجين انا وياه كان في الدار كيهرس له، كيقطع، كيقطع له الحوايج، وكيشد البيبان الحديد اللي لقاه تيعوجو. كان باقي فيه داك المكان، يعني فيه من الصغر حنا ما كناش كنردوا له البال. كان باقي صغير، يعني كان باقي صغير، كان حتى عاد داكشي شويه، فهمتي؟ ما كناش عايقين بانه هو مريض. تكبر تكبر عاد كيبان في داكشي. دابا عنده 9 سنين تيزيد كثار، دابا ما كقدوش عليه، تيضربنا كامل بينا. ما عمرك شتي شي جمعيه شي واحد يعاونك؟ حتى شي جمعيه ما بغات تعاونني. علاش؟ ها باش انا مطلقه وهم كاين شي جمعيه تيدخلوا بمعارف، اما انسان هذا عادي مخدق عليهم. عيط ما نطلبهم حتى وحده ما بغات. طلب محسن يوقفوا معايا. انا ملي وصلت هذه الحاله، صافي وصلت هذه الحاله، طلب الناس يعاونوا. شنو محتاجه في الحياه ديالك؟ محتاجه بني يتعالج. في نظرك كاين العلاج؟ كاين العلاج. وشنو خصك باش تعالج؟ خص الناس يدخلوا، اللي تعرف شي جمعيه يدخل هو يتكلف لي بها، الجمعيه تدخل عن معارف. ديالو فين هو؟ مشى على برا. راك ولا لاباس على مشى؟ مشى خدام، قال لك ما عنديش، وقال لي ما نصرفش على الباب. يعني ولدو قال لي ولادك حومك خليهم عندك. شحال عندك؟ عندي جوج، عندي العائله وعندي العائل. دابا المشكله العائله كتعلم لي من خاها، حتى هي ولات بحالها، كتعمل نفس الحركه بخاها. ما عندي دابا واحد، دابا ولاو بجوج. تنبقى نقول لهم جلسوا من الصباح حتى الليل، حتى الوحدة الليل وانا معاهم. جلسوا من نعس كيفاش ينعس، تطفي عليهم الضيوان. لا ما كاينش خلي بوحدو. اخطر حاجه تمشي لبلاصه الديوان. هادي الضو بزاف، هادي الضو ولا لقى شي لخيه ولا شي حاجه تيهزر خصو يشربها اللي لقى. دابا 9 سنين. 9 سنين ما كيقرا لا والو، عيتي غوت. واخا كيكون مريض ما كنعرفوش شنو تيحرقوا فيه، كيبقى يغوت وصافي. اش كطالب يوقفوا معايا في هاد العيل هذا؟ انا ما بغيت حتى حاجه، واخا ما يعاونوني شي، انا يعاونوني غير العيل. انا العيل هو اللي تنفكر فيه، خصو العيل يتعالج. لا بقى هيدا يقتل واحد فينا، راه كيكبر كيزيد العنف فيه. فكرت في الانتحار من قبل؟ حاولت 3 مرات، مرت في الجسد ديالي. حاولت انتحر، شربت شي 6 بسطيات، كنت بغيت نقتل راسي، ولكن ما موتش، بقيت كنمشى ليا القلب ديالي. هل انت مريضة نفسية؟ مريضة نفسانية انا، كلشي والجسد ديالي، ولو فيها الاعصاب بزاف. بالنسبة للناس اللي ما عارفينش الحالة ديالي، فين عايشة، شكون كيصرف عليها، عاود تقارن الناس بالناس. ما كيصرف عليها حتى شي واحد، من غير الجيران ديالي مساكين اللي كيجيبوا لي الماكله مره تيجيبوا لي، ولكن هادشي الدوام. الناس عيعيهم، الناس البوبرين مساكين، حتى هما مساكين خصهم شكون يعاونو، مادام مساكين اللي يجي يعاونوني. من فوقاش الناس كيصرفوا عليك؟ مدة عامين. وقع
انا اللي كنت كنمشي نخدم. كان عندك ساعنيتك دا عنده واحد المراه جمعيه وقال لها خليه عندك انا نخلص لك. هو كان كيوجد الورق يمشي على برا. ضحك عليا وضحك على المراه وخلى لها العاي. وجات المراه دقات عليا قالت لها ولدك. بقيت ما عارفه منين. اخر رساله تقدر توجهها للناس اللي كيشوفوك دابا؟ تنقول لهم الله يرحم والدين اللي تعرف في جمعيه ينقذ هذا العيل هذا الصبي الصغير. كيزيد الحاله ديالو كتزيد تدهور بزاف. كيزيد العيل في العنف. عنفي هو بزاف. كيشبر اختو كيبغي يقتلها تيعطها وتمشعرها تجبدها. عنفي ادي راسو يلقاه تي ادي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.